حمدا لله أنك بخير. الحمد لله. ما هي الأخبار؟ سعد الدين وعساكره خرجوا ويبحثون عنك. قرر أن يقوم بالبحث عنك بنفسه. هؤلاء المجانين، الحاكم كريتوس وسعد الدين كوبيك، قد علموا أنك أنت وسيدة مهبري هنا. كيف؟ يوجد امرأة جاسوسة بجانب الحاكم، وهي من توصل له الأخبار، ماريا. ورجل كوبيك قد أخبر ماريا بأنك هنا، وماريا بدورها أوصلت الأمر له. ذهبت وعرفت الأخبار كما قلت، ولكن من غير الممكن أن نهاجمهم الآن. لماذا؟ جميع سادة قبائلهم اجتمعوا في قبيلة الكاي لحماية سلطانهم، ومن الحماقة الذهاب إلى هناك ومهاجمتهم في هذا الوقت. لم يتراجعوا عن قتل الأمير سعد الدين بعد. كيف هذا سيدي؟ بما أن خيولهم هنا إذن فهم لم يهربوا، بل ذهبوا خلف حضرة الأمير. حضرة الأمير انسحبوا إلى داخل الغابة. حتى إن انسحبوا لآخر الدنيا سأجدهم وأقتلهم. يا قائد احمي المؤخرة. هيا يا إخوتي، من أجل دولتنا ومن أجل الحق ومن أجل سلطاننا المرحوم علاء الدين. أحببت شيئين في الحياة، أحببت دولتي وأسلهان. جعلت أسلهان عدوتي وأخذتها من بين يديه، وكنت السبب في أن أقتلها أرطغرل. كل شيء انتهى الآن. لن أسمح لك أبداً بأخذ عمري الذي أعطيته لعرش الدولة العليا. سأقتلك سعد الدين وبخنجر السيدة أسلهان. جونالب يا بني، جونالب اقتل، اقتله وانهي الأمر بني. أمير سعد الدين، هل أنت من قتل سلطاننا؟ أخبرني بالحقيقة، أتنشر كذبة بأنك وريث شرعي للعرش؟ هل تسمع أذنك ما يخرج من فمك جونالب؟ قل الحقيقة دون كذب. هل أعلنت أنك وريث للعرش؟ إن أعلنت فقد أعلنت. أنت مكلف بأن تطيع كل أوامري. نعم، وأنا من قتل السلطان. ذلك العرش هو من حقي أنا، هو من حقي، وأنت ستطيعني الآن وستقتل أرطغرل. هيا. أنت رجل كاذب، كل ما قلته لي كان كذبا. من الآن فصاعدا لن تسمم أحدا بأكاذيبك هذه. سيد أرطغرل، هذا الكلب
قد أصبح من حق سيفك. عديم الأصل. والدك أيضا لم يطع أوامري. والدك عصاني أيضا، ووالدتك وجدت مصيبتها مع زوجها. مع أنني أنا من رباك، لكنك أنت أيضا لم تطعني، وسوف تموت الآن مثلهم جميعا. أيها الخائن! طريق الملك طريق خطير، وأي خطر. كرسي السلطنة بعيد، وأي بعد. يكلل بالعزة أو الموت. جلالة السلطان المعظم سعد الدين، أسلهان، أسلهان. لقد انتهى وقت كلامك يا كوبيك. فليسل دمك الأسود من صلبك الأسود، وسوف يروي التراب الأسود، والغيوم السوداء سيبددها نور الشمس. كثير من أبطالنا. لم يبق دمك على الأرض أصليا.
قائد القلعة يا سيد جونال، فلتعد الآن إلى رأس وظيفتك. كرجيسار أمانة في عنقك. أصلها سترتاح سيدي. صحيح تورغوت. شكرا سيدي أرطغرل. أخي، بأمر من سلطاننا المعظم أخذ رأس الخائن أيها الأمير حسام الدين كراجة، وقيادة الجيش الآن وظيفتك. سأنفذها على أكمل وجه، كن مطمئنا. بإذن الله. فليرضى الله عنكم. وليرضى عنك أيضا سيد أرطغرل. سنتجول بجثة الكلب سعد الدين كما كان ينوي أن يفعل بك. فليرى الخونة الذين بيننا والأعداء الذين وضعوا أعينهم على وطننا نهاية كل من يخون. فليروا ويدركوا أن دولتنا ستبقى دائمة إلى الأبد رغما عن الخونة. وليعلموا أنه لا يمكن لأحد أبداً أن يسقط دولة الأتراك. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! اليوم أو غدا سيخرج كوبيك إلى سامسات. مولاي، قبل أن يسلك هذا الطريق سيدي أرطغرل سينهي أمره. سنسمع أخباره قريبا بكل تأكيد. خيرا إن شاء الله. من القادم في هذا الوقت؟ لا أحد يأتي إلينا في هذا الوقت. مولاي، من بعد إذنكم سنلقي نظرة. أتسمح لي مولاي؟ تعال. مولاي، لدي بشرى، لقد عاد السيد أرطغرل. أهلا وسهلا به. أحمد الله وأشكره. مولاي السلطان، أهلا بك سيد أرطغرل. أهلا بك مولاي. هل الأخبار جيدة؟ بإذن الله مولاي، أنجزت المهمة التي أوكلتموني بها. لقد زالت مصيبة الأمير سعد الدين كوبيك.
الطريق الذي خرجنا فيه من أجل الدولة، إما نستشهد فيه أو نعود منتصرين بعون من الله تعالى وبإذنه. لقد تغلبنا على الظالم. الخونة الذين بيننا والأعداء الذين ساندوهم أيضا قد نالوا الخسران مولاي. لقد ظهر الحق وزهق الباطل. لقد انتقمت لسلطاننا المرحوم ولزوجة السيد تورغوت وللعديد من المظلومين. سيد أرطغرل، لقد أشرقت شمس دولتنا مجددا. بطولاتك هذه سيتداولها الناس على مدى العصور. قلت مهما كبرت الأفعى فإن سيفنا سيكون قادراً على قطع رأسها. سيد أرطغرل، فليدم الله عليك شجاعتك وقوة سيفك ومعصمك. أدركت الآن أن الدولة لا تحيا فقط بقدرة السلطنة، وإنما تحيا كذلك عبر وفاء الأبطال الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الدولة. فليكثر الله الأبطال من أمثالكم في دولتنا. سلمت سلطانة مهبري. السيد أرطغرل بأمر مني سيستعيد إمارة القبائل. أنت منذ الآن صاحب الأمر في هذه المنطقة، فلترفع راية الدولة السلجوقية مجدداً. وأنا سأعود على رأس دولتي في قونيا. أما أمي فستقضي عمرها في قصر علائية بعيداً عن أعمال الدولة. الأمر لكم مولاي، يكفي أن تكونوا سالمين أنتم ودولتنا. عن إذنكم مولاي. أمي. بني. كما أوصيتني أديت حق دم أبي وأديت حق حليبك أيضا أمي. يا أسدي أنا. فليدمك الله فوق رؤوسنا بني. آمين. فليدمك الله فوق رؤوسنا أمي. سيدي أرطغرل. ولدي الشجاع. لقد أنقذت دولتنا ووطننا من مصيبة كبيرة سيدي. فليرضى الله تعالى عنكم. فليرضى عنا حليمة. ولدي الشجاع. بارك الله نصركم سيدي، ستحقق المزيد من الانتصارات المجيدة بإذن الله. آمين. آمين. سلمت سيد أرتوك. سأخرج في الطريق غدا بإذن الله. ألديك طلب قبل أن أذهب سيد أرطغرل؟ مولاي، أتمنى لكم دوام الصحة وأن تزيدوا من قوة دولتنا قوة عبر سلطنتكم. أما نحن فسنبدأ بالتحضيرات من أجل الهجرة لسوغوت. سنبدأ عصرا جديدا بإذن الله. مولاي، نحن أسسنا هذه الدولة عبر إيماننا وبدمائنا الشريفة وبشجاعتنا التي لا تنفذ. ما دمنا نملك هذه الأمور فلن يوجد أي أحد
يستطيع أن يسقط دولة الأتراك بإذن الله. كل شيء على ما يرام سيدي. الأهالي المسيحيون يقومون بتجارتهم وبعبادتهم بأمان. حسناً، أوصل سلامي إلى زعماء الأهالي المسيحيين سيد جونا. سآتي في أقرب وقت وأتحدث معهم. أمرك سيدي. سيدي، بناء على دعوتك جميع التجار وجميع العلماء قادمون من أرض الإمارة. جيد جيد، إياكم والتقصير في احترام العلماء، وساعدوا كل من يقوم بالتجارة بعدل. ستكبر التجارة في سوقنا بالعلم والتعلم والحرف معا، وسيزدهر وطننا في كل الاتجاهات. إن شاء الله سيدي. إن شاء الله سيدي. من هؤلاء؟ لا أعرف. أنا لم أرهم من قبل ولا أنا. لن نبدأ العمل هنا قبل العثور على أفضل مكان. الأمر لك. افتحوا عيونكم جيدا، المكان الذي يتدفق منه الذهب لا ينقص منه الطين. ليكن صيدنا عظيما، وليكن ربحنا ومالنا وفيرا. من هؤلاء؟ أيعرفهم أحدكم؟ لا. متى سنبدأ التجهيزات من أجل الهجرة سيدي؟ لتكون هجرتنا دون دم ودون حروب، وحتى لا تفسد وحدة الأهالي أيضا، أجلت الهجرة إلى سوغوت. عم النظام كل مكان والحمد لله. سننتظر قليلا لنتأكد من أمن المكان، ثم سنستعد للهجرة بعد ذلك. ليكن خيرا سيدي، ليكن خيرا. كما تجذر كل من فقدناهم في قلوبنا، فلنتجذر نحن هناك سيدي. أصليان أول تركية دفنت في سوغوت. نحن سنجعل من ذلك المكان وطنا لنا. آمين. إن شاء الله تركوت. إن شاء الله. سيد أرطغرل، تكلم. القبيلة استعدت لاحتفال الربيع، والأهالي بانتظاركم. سيدي، سيكون هذا الاحتفال جيدا لنا وللقبيلة. إن شاء الله بمجيء هذا الربيع ستزيد بركتنا. هيا بنا إذن، لن نجعل الأهالي ينتظرون، لنحتفل حسب تقاليدنا باستقبال هذا الربيع. حسنا سيدي. ماذا يفعل هؤلاء الصيادون؟ واضح جدا من الجلود التي يحملونها يا معلم أنهم يبحثون عن بلاء. إذن فسأجعلهم يجدون بلاءهم. لا تبعدوا عيونكم عنه. ما الذي تريدونه؟ نحن نجد ما نبحث عنه في الغابات يا رجل.
وليس في متجرك القذر هذا. إذن اتركي بضاعتي وشأنها، اذهبي. هذا ما ثمنه؟ قطعة ذهب. أتطلب قطعتي ذهب من أجل هذا الجلد دون خجل؟ ماذا يحدث؟ انظروا ماذا فعلت. ما هذا؟ ماذا يجري؟ انظروا إليها. ماذا يجري؟ يا إلهي، ماذا تريد؟ لابد أنها تبحث عن المشاكل. لابد أن هذا بثلاث قطع ذهب إذن. انظروا، رأيتم ماذا فعلت؟ ما الذي تفعل؟ ما الذي تريده؟ لا أدري. كيف تفعل هذا؟ انظروا إليها. هذا لا يجوز. لقد داست على بضاعتي. لابد أنها جنت. نعم هذا صحيح. هذا لا يجوز. لقد جنت. كيف تفعل هذا؟ كيف تفعلين هذا؟ ما بها هذه المرأة؟ هذا جنون. هذا لا يجوز. ماذا تريد؟ يا امرأة، أنصحك أن تذهبي من هنا قبل أن أدهسك أنت وأعداء الصيد هؤلاء. لماذا؟ هيا اذهبي. انظروا إليه. تبيع الأهالي جلد الماعز على أنه جلد الغزلان؟ أسمعتم ما قال؟ هل هذا معقول؟ أيبيع جلد الماعز؟ ما الذي تقولينه؟ سأجعلك تدفعين ثمن اتهامك لي. ماذا تريد هذه المرأة؟ انظروا كيف تفعل. يا إلهي ماذا يحدث؟ انظروا إليها. يا إلهي، إنها تتقاتل معها. من هذه؟ أخبروني من هو حامي هذا السوق. ماذا بها؟ عن ماذا تتحدث؟ هيا تكلموا، أخبروني من هو حامي هذا السوق. ماذا يحدث؟ ماذا تريد من؟ من الذي يحدث؟ من أين أتت هذه المرأة؟ انظروا. جاء السيد أرطغرل. ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ ماذا يحدث؟ لقد جاء السيد أرطغرل. من الذي يحدث؟ يا إلهي، لقد جاء السيد أرطغرل. من الذي تفعل؟ من الذي تفعل؟ لا انظروا ماذا فعلت به. هذا لا يحدث. ما الذي يحدث هنا؟ لماذا تفعل هذا؟ أنا. ومن أنت؟ ابن سليمان شاه أرطغرل. هيا تكلمي، من أنت ومن أين أتيت؟ أنا اسمي آلملا، زعيمة تجار الجلود، وهذا أخي إينيجي، وهو أفضل صياد رآه العالم. إن رمى ليس ذئباً أو غزالاً، بل حتى الدبابة لن تنجو من سهمه، يصيب حتى الذبابة وهي تطير. والمعلم كارمش أفضل معلم جلود في هذا العالم. حسناً، قولي لي إذن، ماذا تريدين من سوقي؟ ولماذا هاجمت بائع الجلود هذا؟ عديم الأصل الذي تقول عنه أنه بائع يغش الناس يا سيد أرطغرل. نحن نصنع كل شيء من جلد الحيوانات ونعرف نوعه جيداً، ولن يستطيع خداعنا. نحن نبيع جميع أنواع الجلود، لكن كل بحسب نوعه وسعره، ولا نغش أحداً كما يفعل هذا الرجل في سوقك. هذا معقول؟ ماذا يحدث؟ ما الذي تقوله هذه المرأة؟ إنه غشاش. صحيح ما تقوله؟ نحن نعاني الكثير من عديمي الأصل هؤلاء، لأنهم يسيئون إلى سمعتنا بين تجار الجلود في هذا السوق وفي جميع الأسواق الموجودة في كل مكان. هذا السوق سوقك يا سيد أرطغرل، ولا يوجد أمر فوق أمرك. الخيار خيارك، إما أن تجعلنا نثق بك ونأتي إلى سوقك لنكسب من عرق جبيننا، أو سننشر الخبر أينما ذهبنا بأن سوقك مليء بالغش. هل ما قالته المرأة صحيح؟ أنا أفعل ما تطلبه التجارة سيدي، بضاعتي وأغراضي على الطاولة أمام الجميع، من يرغب بها ليأخذها أو يذهب. لكنك تعرض جلد الماعز على أنه جلد غزال. أنت بهذا الفعل لا تسيء إلى نفسك فقط، بل تسيء لجميع الصيادين ولجميع تجار الجلود.
أنت لست تاجر جلود ولا صياد، أنت رجل مخادع يغش الناس البسطاء ويسرق أموالهم. ما بك؟ هل انقطع لسانك؟ أنت عار على تجار الجلود. ما الذي تقوله هذه المرأة؟ أيعقل هذا؟ إذن فهو غشاش. سيد أرطغرل، ألم تعرف هذه المرأة حدها؟ والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ألا يقول القرآن الكريم ذلك أيها التاجر؟ يقول سيدي. نعم هذا صحيح سيدي، هكذا يقول قرآننا. صدق الله العظيم. نعم صحيح. ألا يقول قرآننا أيضا فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم؟ يقول سيدي. نعم هذا صحيح، هكذا يقول قرآننا. نعم صحيح. ألا يقول قرآننا أيضا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أجبني، ألا يقول ذلك؟ يقول سيدي. هذا صحيح. ماذا يحدث؟ هذا لا يجوز كلام سيدي. لقد كان يغشنا. يا أبطال خذوا هذا الفاسد من السوق حالا، هيا. أرجوك سيدي سامحني. سيد أرتوك، لا أريد أن أرى هذا الفاسد في سوقنا مجددا. كما تأمر سيدي. سيد أرطغرل سامحني، أرجوك سيدي. هيا. أرجوك سامحني، سامحني أرجوك. سامحوا سيدي، سيد أرطغرل. سيد أرطغرل. سيد أرطغرل. سيد أرطغرل. لا تسامحوا يا سيدي. نال جزاءه رجل غشاش، لقد نال ما يستحقه. قولي لنا سيدة الميلا، ماذا تريدين؟ أريد مكاناً في سوقك حتى أقوم بالتجارة بعدل وبشكل جيد سيد أرطغرل. كيف سنعرف أنك ستقومين بعملك بشكل جيد؟ أتيت إلى سوقكم لكي أقوم بتكبير تجارتي، وليس فقط لأبيع هذه البضاعة التي أحملها معي. نحن لسنا راحلون بل مقيمون هنا، وإن لم نكن أمناء تأخذون حقكم من أعناقنا. وكيف ستقومين بتكبير تجارتك؟ نحن نعمل بثلاث غابات في مناطق مختلفة، وسنعطي فرص عمل فيها لمن ليس لديهم أعمال وبأجور جيدة أيضاً. سوف نحضر البضائع الجيدة وسنبيعها في السوق ونكبر تجارتنا. هناك معلمون قادمون خلفي، إنهم في الطريق، وسنقوم بعملنا بشكل جيد وبحق بإذن الله إن سمحت لنا بالطبع. ليكن ذلك إذن. المكان الذي تريدينه لتجارتك موجود هنا. لكن يجب أن تعلمي جيدا، هنا العدالة هي أنا، وإن لم تعملي بشكل جيد سأجعلك عبرة لكل تجار الجلود في هذه الأرض. تعال سيد أرتوك. لا أريدك أن تفارق هذه السيدة، أريد معرفة كل خطوة لها. كما تأمر سيدي. تفضلوا. رسالة من الإمبراطور سيدي.
ما الأمر كريتوس؟ الإمبراطور تراجع عن إرسال الجيش، يريد أن يستمر الصلح. الجبان راوغنا على مدى أشهر. بينما كان السلطان في أميد كان بإمكاننا إنهاء أرطغرل. سنقوم بالأمر كريتوس، لن نتخلى عن ذلك أبدا. دون أن أنتقم لابني لا يمكنني العيش. نحن سننتقم منهم، من أجل ابنك ومن أجل جنودنا الذين أخذوا أرواحهم. هذا أمر من الرب لنا. دم ابني لن يبقى على الأرض أريس. لن يبقى كريتوس، لا تقلق أبدا، سنتدبر الأمر بأنفسنا وسوف ننتقم منهم لابنك، كن واثقا. سأنهي أرطغرل بجيش دون مساعدة أحد، وستكون مهمة تجهيزهم لك أريس. اجعلهم قادرين على محاربة الأتراك، سوف ننتقم منهم قبل أن يهاجر أرطغرل مع قبيلته إلى سوغوت، وعندها سوف ينام ابني مرتاحا في قبره. أنا بأمرك كريتوس.